وسط السوق وفي العراق فقط تجتمع المفارقات العجيبة. دولار أغلى من دينار بما يقارب نصف القيمة، والأغرب أن البيض أغلى من الدجاج. الأسعار في تصاعد والتخبط يملأ السوق، والأزمة الاقتصادية اجتاحت المكان بأعلى الأصوات. ركود، خسائر، غلاء فاحش. يعني تروح للتاجر، التاجر يقول لك أنا أبيع بالدولار، تجي تبيع للعالم ما تتسوق، أنت راح تصعد الحاجة طبعاً صعدها. أكو ركود؟ ركود حيل، حيل ركود. سبب الحكومة، سبب كله الحكومة ما تعرف تتصرف. أهم شيء حصتهم، كل من يطيح حصته. شنو هسه الحكومة سوت؟ يعني أبسط شيء ما سوت شيء للعالم أصلاً. يعني أنا هسه عندي بضاعة قبل شوية، قبل أسبوعين والله بايعها، هسه سددتها خسارة فيهن 300,000 دينار. زين شلون أنت شلون تشتغل؟ السبب صعود الدولار طبعاً أكيد. يعني فرق ماكو شيء، يعني ما أعرف شلون هاي السياسة جاي يحلونها. ما كيف يمكن أن يتهيأ العيش الكريم في ظل مرتبات بسيطة أو بطالة؟ مواد غذائية وحتى الخضروات، كل شيء لم يبقى على حاله، والدولار متعدياً عتبة 160,000، وملوحاً بالارتفاع أكثر في ظل صمت حكومي. ارتفاع الدولار أثر على السوق، يعني صار شلل بالسوق، يعني ذاك حركة، المتبضع يجي تفاجئ بالأسعار، بدل ما ياخذ له حاجة ياخذ له ربع قيمة الحاجة، يعني ما يقدر يتبضعها، لأن الأسعار كلش غالية، الدولار أثر على السوق وعلى المواطن وعلى خطية الدخل المحدود، يعني ما يقدر يسوق، لازم يوضعون حل، ما صارت هاي. يعني دولار احنا نترجاه من 47 اللي نزلوه 57، وينو كل ارتفاع هواية. يعني هسه لو بعد 10 نمر زايدة يزيد الدولار يوقف، انتهى كله تعزل، ماكو شغل. يعني افرض هذا كيلو فقلت 3000، باصعه صار ب 10000، شلون تشتري؟ صمت وان طال فقد ينقلب على صاحبه، فالجوع انساد وطغى اكثر، لم تبقى حيلة دون الاحتجاج، وهو ما يتوقعه البعض. فلا بد من حلول حكومية تسيطر على الدولار ليستقر السوق ويعود إلى ما كان عليه. عمار غسان، قناة الرشيد.